في استمرار لسلسلة حلقتنا الخاصة ببرية أرض المغرب، وبعد أن قدمنا لكم حلقة مميزة عن أسد الأطلس أكبر السنوريات التي عاشت بجبال المملكة المغربية، والتي ستجدون رابطها في الوصف المتعلق بهذا الفيديو، نخصص حلقة اليوم للحديث عن ثاني أكبر سنوريات المغرب، وهو نمر الأطلس. حسب ما هو متداول شفهيا، ففي أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، وبالضبط خلال سنة 1983، قتل آخر نمر مغربي، وكان ذلك بمرتفعات إقليم بني ملال بجبال الأطلس المتوسط. بعد هذا التاريخ تعاقب ظهور إشارات وعلامات تدل على استمرار وجود هذا السنوري الكبير بالجبال المغربية، خصوصا مع وصول البعثات الأجنبية والوطنية على فترات مختلفة من الزمان منذ الثمانينات وإلى غاية الوقت الحالي. قبل بداية هذا التقرير، وجب علينا أولا أن نفرق بين نمر الأطلس والفهد الصحراوي. اليوم سنتحدث عن نمر الأطلس، وهو أكبر حجما، جسمه أكثر امتلاء، يعيش في جبال الأطلس والريف، خصوصا المناطق المرتفعة والباردة. أما الفهد الصحراوي فهو أصغر حجما وأكثر رشاقة، يعيش في مناطق شاسعة من الصحراء الكبرى. قبل دخول المستعمر الأجنبي وبشهادة الرحالة الأجانب الذين وصفوا أرض المغرب خلال نهاية القرن التاسع عشر، مثل أوغست موليراس، شارل دوفوكو، وقبلهم ليونا الإفريقي، فإن بلاد المغرب كانت أرضا مليئة بالوحيش، خصوصا اللاحمة منها التي كانت تتجول بمعظم جبال وسهول المغرب. ومن الحيوانات التي قاومت تطور الأسلحة هو الصيد الجائر، نجد نمر الأطلس الذي ظل متواجدا بعد الاستقلال في ثلاث مناطق. المنطقة الأولى وهي جبال الريف بأقصى شمال المغرب، فقد استمر ظهور النمر إلى غاية الخمسينات من القرن الماضي، حيث قتل آخر نمر بغابات جبل تيزيران قرب بلدة باب برد بإقليم شفشاون. ومنذ ذلك الوقت لم يظهر أثر لهذا الحيوان رغم الغابات الشاسعة التي تتوفر عليها جبال الريف الأوسط والغربي. والمنطقة الثانية هي جبال الأطلس المتوسط الشرقي، فقد اشتهرت هذه المنطقة بالنمور التي استمرت بالظهور حتى السبعينات من القرن الماضي بين جبل بوناصر وجبل بويبلان، ولعل حادثة كهف النمر كانت سببا في مقتل آخر نمر بالأطلس المتوسط الشرقي، وذلك خلال أواسط السبعينات من القرن الماضي، وهي أبرز دليل على استمرار وجود هذا الحيوان في هذه المنطقة إلى غاية تلك الفترة. أما المنطقة الثالثة فهي آخر منطقة ظهر فيها نمر الأطلس المغربي، والمنطقة الوحيدة التي يحتمل وجوده بها حاليا، ونقصد هنا منطقة الأطلس المتوسط الغربي وبالضبط شرق إقليم بني ملال. فكما ذكرنا في بداية الحلقة، بهذه المنطقة قتل آخر نمر بالمغرب سنة 1983، ومنذ ذلك الوقت توالت البحوث الميدانية والبعثات الاستكشافية بحثا عن هذا الحيوان. ففي سنة 2007 بدأت جامعة أليكانتي استطلاعا للرأي في منطقة تيزي نسلي، ناغور وإيديس بإقليم بني ملال، حيث أظهرت بعض الآثار بمنطقة بوميا وتيزي نسفالو. وفي سنة 2011 تم تثبيت 30 كاميرا بمنطقة أغزيلا الأغبالة، وتم العثور بمنطقة بوغنديس جامعة ناغور إقليم بني ملال على آثار أقدام يحتمل أنها لنمر. وفي نفس الموضوع كتب موقع إيكولوجي بونيما في مقال يعود للخامس والعشرون دجنبر من سنة 2012 نقلا عن كتاب ليوبارد أطلس أن أثارا لنمور الأطلس عثر عليها بهضبات الأطلس المتوسط من قبل فريق من علماء الحيوان بقيادة البروفيسور فرانسيسكو بوروي من جامعة ليون شمال إسبانيا. كما كشف عالم الحيوان الإسباني أن العينات التي عثر عليها تعيش على ارتفاع يتراوح بين 1500 متر و 3000 متر، وعلى مساحة تقدر ب 4000 كيلومتر مربع،
على العموم، يبقى الأمل موجودا في ظهور هذا الحيوان مجددا، خصوصا بعد عودة الذئب الذهبي الإفريقي للظهور في السنوات الأخيرة. فقط الأمر يحتاج إمكانيات وبحث أكثر، إضافة لتعافي بعض غابات المغرب من الاشتتات. لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم، ومشاهدة الحلقات الأخرى الخاصة بجمال الطبيعة بأرض المغرب. كما لا تنسوا مشاركتنا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات.